أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي ونستمر مع مشروعنا. هذا الفيديو سيكون طويل، ستكون جلسة برمجة مطولة، ولذلك إذا أردت التتبع معي وليس لديك وقت أو لا تريد أن تدرس لمدة طويلة فيمكنك بكل بساطة النظر في فهرس الفيديو وتعلم فقرة فقرة. فاليوم سنقوم بإضافة مقالة، سنقوم بحذف مقالة، سنقوم بتعديل مقالة، سنقوم بالحصول على مقالة، وسنستخدم الـ API الذي استخدمناه في المرة السابقة. هذا الفيديو سيكون فيه معلومات جديدة وخاصة بستار نكس جي اس الجديد، وأيضا سنستخدم أشياء برياكت عاديا، يعني هنالك أشياء جديدة وأشياء مكررة في هذا الفيديو. فإذا لنبدأ، فإذا بداية إذا نظرنا هنا إلى المقالات، هذه هي صفحة المقالات طبعا. إذا نظرنا إليها فما فعليا قصتها، أن إذا ذهبنا إلى لوحة تحكم وليس لوحة مقالات، لوحة تحكم، فهنالك إضافات مقالة جديدة، وإضافة مقالة جديدة تذهب لـ Articles New. لاحظوا Next.js تعيد 404 للصفحة الغير موجودة بشكل أوتوماتيكي، وهذه الصفحة يمكن أن نقوم يعني كاستومايز بتخصيصها لاحقا، ليس موضوعنا. فلدينا هنا صفحة اسمها Articles New، لم ننشئها بعد فلننشئها. فنحن نعرف أن Articles New، إذا أردت أن أقوم بإنشاء صفحة اسمها Articles New فسأذهب إلى مجلد Articles الموجود بالآب Directory، وهنا يجب أن ننشئ Directory اسمه New، وبالداخل يجب أن أنشئ newpage.js، صحيح؟ بهذا الشكل. فهنا سأكتب هذا الشيء الذي كتبته، هنا سأكتب Export Default Function Add New Article بيج، يمكن أن تسمي أي شيء تريد طبعا. وهنا سنقوم ب return form، هذا الفورم هو فورم الارتيكل الذي سنضيفه، فبالتالي هنا سأكتب article form طبعا على أن أقوم بإنشائه، أقوم باستراده وإنشائه. فذا article form from مسار واحد الأعلى، مسار اثنين للأعلى component article form. فإذن هذا هو فقط. فإذن هذه الصفحة سأضع فيها هذا الشيء، طبعا سيعطيني خطأ بالتأكيد لأن لم أنشئ هذه الكومبوننت، فلننشئها. فإذن components articleform.js، ولنقوم بإنشاء هذا الفورم الجميل مرة أخرى كأي رياكت component export default function articleform وفقط. و return يمكن أن نقوم ب return حاليا، مثلا ننشئ هنا div، سأضيف هنا styles اسمه container. فبالتالي هنا في الأعلى يجب أن أقوم باستيراد styles. طبعا أنا فعليا سأنشئ style ملف جديد اسمه form.module.css، الآن سننشئه بعد قليل. وهنا بخصوص هذه الديف سننشئ ديف أخرى هنا اسمها container inner، وسأضع form هنا. طبعا الform سيكون دعونا نقول مثلا class name له styles form، ودعونا نضع بداخله h1 ونكتب form مثلا. طبعا أكيد سيقول أن الstyles الآن غير يعني غير لم ننشئ الستايلز، ملف الستايلز، فلننشئ form.module.css، وهنا سنقوم بإضافة الكونتينر بباك جراوند ريد مثلا. فإذا الآن كل شيء سيكون تمام يفترض. فإذا هل هنالك خطأ؟ لا يوجد خطأ، وبالفعل تم إنشاء الموضوع. بقي الآن أن ننشئ هذا الفورم بشكل متكامل، ننشئ أيضا ملف messages خاص بهذا الفورم. فإذا لنقوم بذلك، فسأقوم باستيراد messages من messages، وسأسمي الملف أيضا form، وهنا بال h1 ستكون لدينا messages add. بكل بساطة أنا لو ذهبت إلى ملف مجلد messages، هنا لدي المين، هنا يمكن أن أقوم بكوبي له لform.js،
فيصبح الآن لدي في messages form و mail. وبكل بساطة هنا بالmessages أذهب لهذا الفورم هنا، أمسح كل شيء هنا موجود من المسجز، وأنا أريد فعليا الآن add، تالي هنا ستكون الكلمة إضافة مقالة. فيفترض الآن أن تظهر إضافة مقالة، وبالفعل ها هي ظهرت. فإذا ممتاز. الآن نعود لملفنا، ملف الفورم الذي لدينا هنا. ففعليا هنا بالفورم فلدينا H1 جيد جدا. أيضا سأقوم بإنشاء div هنا، سأعطيها class name form group. الآن سأضيف الستايلات في النهاية، وكل form group سأضع بداخله label، وأيضا سأضع بداخله input بهذا الشكل. بداية سيكون لدينا هنا title، وبالتالي هنا سأضيف messages title يعني العنوان. بالنسبة للعنوان سيكون هنالك text، وسيكون لدينا ماذا نضيف أيضا؟ name سيكون title، وأيضا id title. وهذه الform group سأكررها. فإذا هنا لدينا سيكون هنا لدينا description، وهنا messages description. هنا سيكون لدينا description، name أيضا description، لكن هذه لن تكون input، ستكون text area. هذا الform group أيضا سأقوم بتكراره، والآن سيصبح اسمه content، يعني content المقالة، وأيضا content هنا، وأيضا هنا content. بعد ذلك سنقوم بأخذ هذا الانبوت أيضا ونسخه مرة ثانية. سيكون لدينا هنا المؤلف، وبالتالي هنا مؤلف، وهنا مؤلف، وهنا مؤلف author يعني، وهنا نفس القصة. وسنكرر نفس القصة بالنسبة للكاتيجوري، فإذن هنا لدينا سيكون كاتيجوري، وهنا أيضا كاتيجوري، وكاتيجوري، وكاتيجوري، ونفس القصة أيضا ستكون بالنسبة لماذا؟ ستكون بالنسبة للكيورد. كيورد أيضا ستكون عبارة عن input، سنكتب بها الآن ملاحظة لأن الكيورد هي array ويجب التعامل معها بطريقة مختلفة، لكن يعني سنكتب بها ملاحظة فقط على أن يتم التطوير بشكل لاحق. فإذا هناك أخطاء، ما هذه الأخطاء الجميلة؟ فإذا لنرى هل يوجد أخطاء فعليا. هو هذا اللون الأحمر الذي وضعناه. سأضيف الكلمات بالmessages باللغة العربية، المسجز التي لدينا هنا بالform. فإذا لدينا title، لدينا content، لدينا description، لدينا author هنا، لدينا ماذا؟ category، ولدينا ماذا؟ ماذا اسمه؟ keywords. إذا الآن باللغة العربية العنوان، وهنا لدينا المحتوى، وهنا لدينا الوصف، وهنا لدينا المؤلف، وهنا لدينا التصنيف أو الفئة يعني، وهنا لدينا كلمات مفتاحية. فإذا الآن يفترض أن تظهر، وكون لدينا بعض من بعضنا الوقت، لدينا كل الوقت فعليا، لماذا العجلة يعني؟ دعونا نذهب للform module formmodule.css ونقوم بإضافة بعض الستايل. فبخصوص الباك جراوند ستكون F4 جيد. سأضيف له 70% على الشاشات الكبيرة، سأوسطها بإضافة مارجن أوتو على الجوانب. وطبعا على فكرة يعني هذه الدروس أنا أختمها وأنهيها هذه الطريقة بالدروس، أن أضيف دائما CSS بالدروس القادمة يعني بعد الانتهاء من هذه المشاريع، لن أضيف CSS لأي مشروع، لأن أشعر هذا يأخذ وقت مني كثيرا. فمشاريعنا القادمة ستكون كلها بدون CSS، لكن فكرة CSS فعليا أن الشخص يشعر أنه يمكن أن أنشئ شيء يعني شكله يشابه الشكل التجاري للأشياء التي نراها. وبالرغم من ذلك نحن لا ننشئ شيء يعني خلاب من حيث الناحية الفنية يعني. على أي حال بوكس شادو هنا نضيفه، بوكس شادو. فإذا هذا هو، الآن لاحظ الشكل أفضل بكثير. الآن لنكمل بالنسبة للشاشات الصغيرة، أريد أن أقوم بجعل الكونتينر له ويدث أكبر يعني 90%،
وحتى تكتمل المعلومه لاريكم ماذا اقصد بذلك. الان 70% اذا قمت بانسبكت لاحظوا الان سياخذ 90%. اذا هذه هي الفكره. فاذا جيد، فاذا لنكمل موضوعنا. وبالنسبه للكونتينر inner h1 وهو العنوان، العنوان هو اضافه مقاله. text align center margin 1 rem وسنضيف له border bottom 1 pixel باللون السكندري، وتكون المنقطة، وبعدنا البادينج 1 rem. فإذا لا أعرف إذا كنتم تروها، فإذا ها هي لاحظوا. فإذا لنكمل الموضوع، بالنسبة للform group سنضيف له margin 1 rem وfont size معين للform group. لا أعتقد كان داعي أن أضيف هذا الفورم سايز. نعم هذا الفورم سايز لا داعي له فعليا. جيد، فإذا الآن بالنسبة للليبل فورم جروب ليبل و display block و margin 1 rem حتى تكون على سطر يعني منفصل display block، والخط سنجعله أقل بالنسبة للليبل. الآن بالنسبة للإنبوت اعتقد يعني هذا هو القسم الوحيد بالستايل سيكون في هذا الدرس، او ستايلات صغيره جدا ستكون مستقبلا، لكن هذا هو القسم الاساسي. يعني بالنسبه للانبوت سنجعلها display، يمكن ان اجعلها display block او inline block لا اعرف، ونعطيها مسافه عن التي قبلها مع الليبل يعني بهذا الشكل، ونعطيها border و border radius. فإذا هذا جيد لنرى كيفية ما هي النتيجة. فإذا ها هي لاحظوا هذه الانبوت وشكلها جميل فعليا، لكن الشيء الذي تبقى هو أن text area، وعلينا أن نضيف أيضا submit button حتى عندما يقوم بإضافة مقالة. فإذا الآن هنا form group مرة أخرى، الآن نحن في text area فسنضيف بعضنا البادينج 10 بيكسل البوردر، وبعدنا ال border radius font size 1 rem أو أكبر قليلا ربما، ونعطيها width 100%. هذا الذي يجعلها responsive للtext area، فأعتقد ال width جدا مهم بالنسبة لستايل التكست اريا. وبالنسبة للمن هايت يعني أقل طول تريدها، أو أقل ارتفاع أو طول ماذا نسميه على جهة المحور العمودي يعني. فإذا هنا مثلا 150 بيكسل، ونضيف بعدنا البوكس شادو. تبدو يعني بوكس شادو جميل فعليا، يعني يعطي بعض من يعني تلاحظون كل شيء حديث الآن يوجد له بوكس شادو. بوكس شادو خفيف يعني، وليس فكرة أن بوكس شادو يعني مبالغ به. فإذا هذا هو. فإذا لنرى التكست اريا كيف تظهر، لاحظوا ها هي. فإذا تظهر باللون الأزرق هنا، يمكن أن نغير هذا اللون ولا أعرف. إذن يمكن أن نجرب شيء كهذا، أن نأخذ هذه text area مجددا وأن نكتب on focus هكذا، وأن نكتب هنا border color مثلا var مثلا secondary color، ونكتب أنا لا نريد لها outline none. فلنرى النتيجة، لاحظوا غيرت اللون البوردر عند الفوكس عليه. فإذن الآن سأضيف كلاس للزر الذي لم أنشئه بعد، لكن سأنشئه الآن بعد قليل، وننتهي من هذا الملف ويمكن أن نغلقه بعد ذلك. فإذن دعوني أنشئ هذا الزر حتى ترون التغييرات فعليا. فإذن هنا في الأدنى هنا سأضيف زر هكذا، هذا الزر سأعطيه class name styles submit button، و وهنا سنضيف له messages add now مثلا. ما رأيكم نذهب للmessages هنا ونضيف add now الإضافة الآن مثلا. جيد، فإذا لنرى هذا الزر. فإذا ها هو هذا الشيء الذي أريد فعليا أن أقوم أنا الآن أريد styling له. فإذا لنقوم بstyling له. فإذا هذا submit button يمكن أن أقول display block، والباك جراوند له ستكون بار، لونه بالمقابل سيكون ابيض. بعدنا البادينج، جميل ان مره اخرى اقول ان البادينج يكون على الجوانب
البادنج على جوانب أقل من عفوا البادنج فوق تحت أكبر من البادنج على أقل من البادنج على الجوانب، هذا يعطي إحساس أن هذا مستطيل، والزر أن يكون مستطيل أفضل من أن يكون مربع. فإذا هنا من ناحية الشكل يعني البوردر راديوس 10 بيكسل، بعضنا المارجن أيضا 2 ريم وأوتو لتثبيته عفوا. فإذا نكمل بعضنا الترانزيشن لأن الآن أريد أن أقوم بتطبيق هوفر إفكت 1 second is in. إذا كنت تتابعني لهذه اللحظة وتشعر أنك فعلا استفدت فقم بإخباري بذلك فعليا، أرسل لي رسالة أو قم بالتعليق على منشور نيكست جي اس الموجود بالتعليقات. سنضيف بعض الأوسطية عند الهوفر وانتهينا من هذا الموضوع. فإذا لاحظوا ها هو الزر الجميل، فإذا ها هو، فإذا ممتاز. فإذا الآن يمكن يعني انتهينا من هذا الفورم فعليا، انتهينا من الستايل الفورم. فإذا طبعا يمكن أن نجعل هذا الفورم أيضا لونه أبيض نوعا ما، يمكن ذلك بدلا من هذا اللون. يعني يمكن أن نجعل الانر كونتينر، أين هو الانر كونتينر؟ كونتينر انر، أن نجعل باك جراوند وايت. فكيف سيبدو ذلك؟ فإذا ها هو هكذا أفضل، جيد. فإذا انتهينا من هذا الموضوع، سأغلق هذا الملف، والآن يجب أن نقوم بجعل هذا فعلا يعمل. فسأغلق هذا المسج، سأبقيها ربما نحتاجها لا أعرف. فإذا الآن الفكرة أن أريدكم الآن أن تفكروا أن المستخدم سيدخل أشياء هنا، أشياء هنا وأشياء في كل مكان، ثم سيقوم بالنقر على الإضافة الآن. فعندما يقوم بالنقر على الإضافة الآن فأنا فعليا ما الشيء الذي سيحدث برأيك؟ ستحدث حادثة on click، صحيح؟ يمكن فعليا أن أجعل هذا الزر زر يذهب لصفحة ما وثم إضافة، هذه قصة. لكن الأفضل الشورت كات يعني الطريق المختصر أن نقوم بجعل هذا الزر يعمل بحادثة on click، يعني عندما يحدث on click يحدث الشيء كما تعلمنا في وقت سابق. on click event يعني نحن نعمل على جهة client and server، على جهة client. فبالتالي يجب أن أستخدم use client directive. أريدك الآن أن تصبح خبير بهذا الموضوع، متى تستخدم use client ومتى لا تستخدمها. فأنا حاليا سأستخدمها. لماذا؟ لأن بداية لدي form أريد أن أحفظه بحالة معينة، وثم عندما ننقر على هذا الزر أريد أن يتم handle submit. فإذا هنا مثلا يمكن أن أكتب on click handle submit، وفي الأعلى هنا أقوم بكتابة تعليق handle submit، وهنا طبعا هذه react. الآن نحن نعمل على react، يعني Next.js هي أصلا react. الفكرة هنا أن هذه الطرق بالتعامل هي فقط موضوع react ليس موضوع جديد. فإذا هذا التكرار بقسم اليوم بشرح اليوم. طيب فإذا هذه الانبوت عندما يدخلها أريد فعليا أن أحصل عليها، فكيف ذلك؟ فأحتاج أن أحفظ هذه الحالة بuse state. إذا سأجلب use state from react، وهنا سأقوم ب const form value و set form values، وهنا سأكتب use state وأعطيها initial value. initial values سأقوم بإنشائها هنا في الأعلى، initial values التي هي ستكون title empty string، طبعا هذا سأكررها، content description author category و keyword، جيد. فإذا هذه هي الانيشيال فاليوز. الآن أريد أن أضيف هنا بكل input value معينة التي تكون هي form values dot title، ونفس القصة للباقي. أيضا يجب أن أقوم بإضافة هنا on change حتى أتعامل مع ال change الذي سيكون باستخدام function handle change الذي سأنشئه هنا في الأعلى. فإذا هنا handle change، جيد. فبداية الhandle change سنقوم ب set form values، سنأخذ values السابقة الموجودة وثم نأخذ
الفاليو التي حدث عليها تغيير فعليا او الانبوت الذي حدث عليه فعليا تغيير وناخذ الفاليو الخاصه به وانتهينا. فاذا هذه هي هاندل تشينج. لكن علينا ان نضيف هذا علينا ان نضيفه على كل الانبوت الذي لدينا او حتى التكست اريا. فاذا هذا سنضيفه هنا لكن هذا ستكون تايتل ديسكريبشن بدلا من تايتل يعني description. ايضا ساخذ هذا جيد واضعها بكل input او text area. الان ساغيرها ساضعها هنا ايضا حتى ادير الحالة يعني واحفظ حالة ال input الذي ادخله الزائر. ومرة اخرى هذا موضوع خاص ب react ليس موضوع جديد يعني. فاذا هنا بدلا من description سيكون لدينا keyword, هنا بدلاً من description سيكون لدينا category, وبدلاً من description هنا سيكون لدينا هكذا, وهنا أيضاً نفس القصة content. وأعتقد هذا هو. طيب عندما يقوم الشخص بالنقر على on handle submit هنا فأنا أريد أو ينقر على إضافة مقالة فأنا أريد بكل بساطة شيء واحد أن يقوم به هنا أن console.log الform values ثم سأكمل بطريقي بالموضوع. فإذا لنذهب هنا فإذا بكل بساطة سأظهر الكونسول هنا تحديث ولنرى. فإذا بداية هنا سأدخل عنوان المقالة وصف هنا المحتوى هنا المؤلف مثلا تكنولوجيا أو تكنولوجيا أو رياكت مثلا وكلمات مفتاحية مرحبا مثلا كلمة مفتاحية ماذا ويب مثلا تطبيق ويب. فإذا إضافة الآن فإذا لاحظوا ها هي فإذا نجحنا في العملية. فإذا هذا هو الفورم values لدينا هنا. الآن ما هو الشيء الذي تبقى فعليا؟ تبقى أن نرسل الفورم values للباك إند. ما هي الباك إند الذي لدينا؟ نحن قمنا بإنشاء API بالموضوع يعني إذا ذهبنا إلى هنا جيد وذهبنا إلى عفوا هل مللتم من الدرس أم ليس بعد؟ فإذا ذهبنا إلى articles فلدينا هنا route. فإذا عفوا لدينا بال API لدينا route. فإذا هذا هو قمنا بإنشاء get request هنا قمنا بإنشاء post request. هذا post request هذه النقطة التي نريد فعليا طلبها هنا. هذه النقطة التي نريد أن نقوم بالتحدث معها الآن. هذه النقطة موجودة أين موجودة؟ موجودة بال API route أو بـ API Articles API. فقط علينا أن نطلبها ونرسل method اسمها post وانتهينا ونرسل الداتا التي لدينا بصيغة JSON. هذا الشيء الذي علينا أن نقوم به. فبكل بساطة سنعود لصفحتنا هنا وبدلا من console هذا سأحذفها وهنا سأكتب النقطة التي أريد طلبها هنا هي تساوي الـ Articles API والميثود التي أريد طلبها هي post. جيد والآن سأقوم بفتش لهذا. بكل بساطة سأكتب يمكن أيضا أن أكتب هنا أن رسالة النجاح لأن أريد إرسال رسالة نجاح عندما يتم تطبيق الطلب. فهذا ستكون هي messages article added. فهذا دعونا نضيفها هنا فهذا article added وهنا نكتب الشيء باللغة العربية تم إضافة المقالة بنجاح. فإذا ممتاز. فإذا الآن نعود لموضوعنا. فإذا هذا هو. فالشيء الذي سأفعله الآن هو أنني سأقوم بإرسال fetch request. جيد فلدينا هنا const response await fetch والfetch سيكون للـ API point والميثود هي التي طلبتها هنا في الآلة التي هي post method. طبعا هنا أنا استخدمت await وهذا function ليس async فعلي نضيف هنا async. ممتاز. وهنا سأضيف الداتا سأحصل على الداتا من response.json. طبعا الفكرة هنا لاحظوا أعزائي أن أنا لم أرسل داتا بعد. أنا قلت أن هذه method لكن لم أرسل الداتا. الداتا سأرسلها بالbody بfetch وسأقوم بjson.stringify للform values. هذه الشيء الذي أريد إرساله للباكر. إذا لاحظوا الآن أصبح لدي data. فالآن هذه الداتا
إذا عدنا لهنا هذه الداتا الشيء الذي يمكن أن يعود لي هو إما error أو إما رسالة نجاح جيد مع الـ new article. فبالتالي أنا هنا سأقوم بكتابة التالي، سأكتب إذا كان هنا if data error فأنا أريد أن ترسل تعرض لي هذه الـ error بطريقة معينة. الآن سنناقش هذه الطريقة. سيكون لدي هنا نجاح، فيمكن أن أعرض طريقة النجاح. جيد. الشيء الذي سأقوم به حاليا هو أن هنا بالفورم، أو مثلا حاليا دعونا نقول أن التالي، أن في حالة النجاح هنا أريد أن console.log مثلا أوكي، وفي حالة الإيرور هنا أريد أن أعرض هذا الإيرور، فإذن data error. جيد. فإذن أعتقد لا يوجد خطأ، فإذن ممتاز. فإذن الآن لنرى النتيجة، فإذن سأقوم بكونسل هكذا لنرى. الآن لم أقم بإضافة أي شيء، سأقول إضافة الآن، فإذن يفترض أن يعرض لي خطأ والتايتل كانت بي إمتي صحيح. فإذن الآن ماذا لو أضفت شيء مثلا هنا وشيء هنا؟ فإذن إضافة الآن سيقول أوكي لأن تم الإضافة. طيب لو أنا قمت بأخذ هذا هنا وضعته هنا، جيد، وكل المقالات، فإذن لاحظوا هذه المقالة التي أضفتها تم إضافتها فعليا، لكن بقي شيء واحد هو أنني أريد أن أعرض هذه الرسالة الخطأ هنا أو رسالة النجاح هنا حتى يكون الموضوع واضح يعني. فماذا سأفعل بهذه الحالة برأيكم؟ فإذن بكل بساطة هنا في أدنى العنوان، أين هو العنوان؟ هذا هو العنوان. في أدنى العنوان سأقوم بإنشاء dev، سأعطيها class name. الآن سنقوم بالstyling لها styles form alert والتي فيها تنبيهات الفورم، وهنا سأقوم بعرض فيها message معينة. هذه المسج سأنشئها في الأعلى هنا في const message، وهنا set message ويساوي use state فارغة. فأول شيء أنه يقوم الشخص بسميت، فأنا أريد أن تكون هذه المسج فارغة أول شيء. الموضوع الثاني عندما يكون هنالك error هنا، فأنا أريد أن تصبح المسج هي عبارة عن data error، وإذا كان هنالك نجاح فأنا أريد أن تصبح هذه المسج هي هذا المسج الموجودة هنا. جيد. وهذا الفورم alert فعليا لا أريد إظهاره إلا في حالة كان لدي مسج، فبالتالي هنا سأكتب هكذا مسج. إذا كان هنالك مسج، هذه اسمها short circuit JavaScript، الآن أصبحنا خبرين بها، فسيظهر لي هذا الموضوع. فقط بشكل سريع أريد style لهذا الفورم alert فقط بشكل سريع هنا، إذن form alert، فإذن سأجعل background له CCCC و margin 1 rem و font size يعني ليس كبير. طبعا هنالك خطأ لأنه يجب أن نضيف هكذا. فإذن الآن لنرى، فإذا قمت أنا الآن بإضافة مقالة، فإذن في الأعلى سيقول title cannot be empty، سيجلب الايرور من الموضوع هنا. طبعا أنا كتبت هنا margin، لا أنا لا أريد نقطة margin، لكن أنا أريد إضافة padding هنا 1 rem. فلاحظوا title cannot be empty، لكن لو كتبت مثلا هنا مقالة جديدة وقمت بإضافة الآن، فسيقول المقالة تم إضافتها بنجاح، وأيضا سأراها هنا موجودة. طبعا ليست موجودة، لماذا؟ يبدو أن حدث تحديث للسيرفر ربما. طبعا هذه هي المقالات ظهرت في الصفحة السادسة، وأيضا بالـ API ظهرت. فهناك أعتقد مشكلة بترتيب المقالات لدينا، لأنني أنا قمت بترتيبها حسب الوقت، لكن لا أعرف ما الذي حصل فعليا حتى تم وضع هذه المقالات في النهاية، يجب أن تكون في البداية، لكن هذا موضوع ربما نراه في المستقبل. والفكرة الآن أن لدينا هنا، سأقوم بإغلاق هذا وأقوم هنا بإضافة ملف notes، فإذا ملف notes.txt هنا، ولا أعرف إذا أضفت ملف notes في هنا يوجد لا يوجد. فإذا في الأب directory سأضيف ملف notes، وفي هذا الملف سأضيف أن points to consider و consider، هل كتبتها صحيح؟ طبعا
أضيف النقطة الأولى هنا أن لدينا هنا مشكلة مع ترتيب المقالات. فإذا check article sorting مثلا، فهذا ليست كثيرا مهمة فحاليا، فهذا not so important، فأكتب هكذا وأحفظ الملف. في النهاية يعني إذا كان لدينا وقت يمكن العودة لهذه النقاط وحلها، أو لا يعني ربما نتركها لكم، لكن هي أمور بسيطة نكتب بها ملاحظة على أن نعود إليها لاحقا. فإذا هذا شيء مهم جدا أن تقوم به فعليا أنت كمطور، أن تعطي الأمور يعني تكتب ملاحظات لكل شيء تمر به، حتى يعني تعرف نقاط الضعف بالكود الخاص بك وتكون على علم بها بالمستقبل، حتى لو نسيت أنت ما هي فأنت تعود للملاحظات وتقرأ. على أي حال نتوقف الآن ونكمل بعد قليل مع الـ Edit 4. فإذا نكمل الآن مع موضوعنا. فإذا الآن علينا أن نذهب لـ Components Custom Data Grid أعتقد من هذا. وهنا في الأدنى عندما قمنا بـ Button Edit، فهذا أريد تغييرها فعليا، أريد تغييرها للينك وهذه للينك. طبعا بالتأكيد علي أن أقوم بجلب اللينك من Next.js، فإذا Import Link from Next Link واضح. وهنا بالنسبة لهذا فأنا أريد أن أضيف href، والhref سيكون بالشكل التالي: سنذهب إلى الArticles، ومن الArticles سنذهب إلى Edit، ومن Edit سنذهب إلى الArticle ID للID لهذه الArticle. فإذا هذه هي الطريقة. طبعا هذا الhref يجب أن يحاط طبعا بcurly brackets بهذا الشكل حتى يكون صحيح. فإذا لنعد لقصتنا الآن، عندما أذهب وأقوم النقر على تعديل مثلا لهذا، فسأذهب إلى صفحة Articles Edit ID 6. فإذا المطلوب مني الآن إذا قمت إغلاق هذا، فإذا أين أنا الآن بالآب؟ إذا ذهبت إلى Articles، طبعا مرة أخرى Articles Edit 6، فمطلوب مني أن أقوم بإنشاء مجلد اسمه Edit، ثم مجلد اسمه ID، وثم البيج صحيح. فإذا لنقوم بذلك. فإذا هنا بالArticle سنقوم بإنشاء مجلد اسمه Edit، وبداخل Edit سننشئ ID. هل هذا صحيح؟ فإذا الآن دعونا نرى. فإذا تري للArticle، فإذا Articles الآن لديها Edit وفيها ID، وبداخل Edit ID أريد إنشاء صفحة اسمها بيج حتى أجعل هذا يعني يعمل. فإذا هنا سنذهب إلى Edit ID وثم بيج، وبداخل هذه البيج سأضيف نفس الأشياء الموجودة بنيو. فإذا هذه صفحة نيو نفسها سأضيفها هنا ببيج، لكن هنا سأقوم بـ Edit Article جيد، وأعتقد هذا صحيح، لكن المسار هنا للنموذج هذا سيكون هكذا. أيضا الاختلاف الآن، المعلومة الجديدة الآن، أنا أريد أن أحصل على الID الموجود هنا، كيف أحصل عليه يا ترى بNextJS الجديدة؟ فالآن نحن نعمل على Next.js الجديدة. فإذا نحن اتفقنا أن هنا يوجد شيء اسمه يمكن أن نسميه Context أو أي شيء كهذا، ومنه يمكن أن نحصل على البرامز من Context، ومن البرامز يمكن أن نحصل على الID. لماذا ID؟ لأنني أنا أسميت هذا المجلد ID. فإذا هنا هذه place holder ID، فبالتالي هنا كتبت ID. هذا الشيء الذي يكون بالرابط اسمه params، أما الشيء الذي يكون بعد إشارة الاستفهام اسمه search params، وهذا هو الفرق. فهنا حصلت على الرابط، ممتاز. بالarticle form أريد أريد تمرير هنا property جديدة سأسميها edit، أن هذا form edit، وأيضا سأقوم بتمرير ID ID الارتيكل التي أريد تعديلها. فإذا الآن لو ذهبت إلى هذا الفورم، طبعا لاحظوا مجرد أنني قمت بذلك تم عرض فورم إضافة articles، علي أن أغير هذا للتعديل. فإذا الآن سنذهب لفورم الارتيكل هنا،
ونقوم ببعض التعديلات. فإذن أول تعديل أننا من هنا من هذه الارتيكل سنجلب البروبس هكذا، ومن البروبس سنجلب التايب وسنجلب ارتيكل اي دي ونكتب هنا بروبس. فإذن هذا أول تعديل. التعديل الثاني هو أنني أريد ملء هذه الفورم، أريد ملئها بالمعلومات الارتيكل صحيح، وبالتالي علي هنا أن أقوم بماذا؟ بجلب الارتيكل بداية. فبالتالي هنا سأقوم باستخدام use effect، سأجلب use effect، وهنا سأكتب مثلا get article، وهنا use effect، فنطبق use effect مرة عند تحميل الصفحة، وهنا سأكتب شيء. إذا كان type هذا الفورم edit، فأنا فعليا أريد ماذا؟ أريد طلب نقطة معينة حتى أجلب الارتيكل، وهذه النقطة كلنا نحن الآن يعني نعرفها، وهي نقطة articles API ثم ID. لكن هذا أريد وضعها بفانكشن، يعني هنا أن نقوم بإنشاء فانكشن same function اسمه مثلا get article بهذا الشكل، وهنا أكتب بهذا الشكل. فإذا كانت التايب هو edit، فأنا أريد فعليا أن fetch articles API ثم ID يساوي الارتيكل اي دي المزود، وثم هنا سنجلب الداتا التي سنقوم بحل الداتا response.json، وهنا سنكتب اذا كانت الداتا ارتيكل موجوده، لان الارتيكل اذا كانت موجوده سيتم ارسالها مع ارتيكل مع كي اسمه ارتيكل، فنحن سنجعل ان set form values البدائيه ان تكون هي الداتا وهذه الارتيكل جيد فقط. وعند اغلاق هذا الفانكشن عند نهايته سنقوم بكولينج له، فذا get article فقط لا غير، هذا هو. فذا لنرى اذا الامور تنفع ام لا، هل هنالك مشكله. فذا لنرى ذلك، فاذا فعليا لاحظوا تم جلب الارتيكل بهذا الشكل التي نريد تعديلها. فذا ممتاز، فذا لهذه اللحظه كل شيء تمام. فإذن الآن بالنسبة للهاندل سنغير هذا طبعا الآن، وأيضا عندما يتم النقر هنا فأريد تغيير هذا، سأمشي مع الملف وأغير اللازم يعني عندما أراه. فإذن هنا بالنسبة للـ API point، فإذا كانت type، لاحظ إذا كانت type يساوي edit، فأنا أريد هذه النقطة أن تكون هي عبارة عن articles API وثم edit ثم ID عفوا وثم article ID. غير ذلك فأنا أريدها أن تكون النقطة العادية. نفس القصة بالنسبة للميثود، فإذا كان type هو عبارة عن هذا الفورم هو form edit عفوا يساوي edit، فأنا أريد الميثود تكون post، غير ذلك تكون عبارة عن post. ونفس الفكرة هنا أيضا، إذا كان type edit فأريد المسج أن تكون article edited، وغير ذلك تكون article added فإذن edited. طبعا لو ذهبت إلى لنرى، لو ذهبت إلى messages فإذا هنا سأضيف message اسمها article edited، وهنا تم تعديل المقالة بنجاح. ونعود لموضوعنا، فإذا هذا هو فقط، والطلب سيكون نفسه وكل الأمور ستكون نفسها. هنا بخصوص العنوان نفس الفكرة، فإذا كانت type يساوي edit، فأنا أريد المسج أن تكون أو العنوان عفوا أن يكون هنا عبارة عن edit. ونفس الموضوع أيضا بالنهاية، إذا كانت type edit فأنا أريد فعليا المسج تكون edit now فقط، وعلي أن نضيف هذا. فمثلا هنا لدينا edit now التعديل الآن، وأيضا بالنسبة لأد هنا سيكون اسمها edit، وهنا تعديل مقال. فإذا الآن لو أت إلى هنا العنوان ذهب، لماذا لم أحفظ؟ فإذا الآن تعديل مقالة، لاحظوا هنا التعديل الآن. الآن سأحاول التعديل، فمثلا هنا بالتطوير هنا سأكتب هنا معدلة هي الاي دي لها 6، وسأقوم بإرسال التعديل. الآن سيكون تم تعديل مقالة بنجاح.
ايضا لو عدت هنا لكل المقالات، كل المقالات فإذا لاحظوا هذه هي مقالة 6 معدلة، فإذا تم التعديل بنجاح. فإذا لاحظوا الآن قمنا بتعديل هذه المقالة، ها هي أيضا قمنا ب عفوا هذه الصفحة لم ننشئها بعد، قمنا أيضا ب أين هي لوحة التحكم بإضافة مقالات جديدة. فإذا يمكن أن نضيف الآن وأيضا يمكن أن نعدل، فإذا هذا شيء جيد. فإذا الزر المتبقي لدينا زرين متبقيين، الأول الحذف وأيضا عرض المقالة. سأقوم بإنشاء زر الحذف الآن. بخصوص زر العرض سيكون له طريقة مختلفة قليلا، سنتعلم بها شيء جديد عن Next.js، فبالتالي أنا سأبقى مع زر الحذف. فإذا بخصوص زر الحذف دعوني أغلق كل شيء، ما رأيكم نغلق كل شيء؟ نغلق كل شيء لنرى الملفات التي لدينا الآن. فإذا هذه هي الملفات بخصوص الارتيكلز. أنا أريد الذهاب للكومبوننت الجريد، وبخصوص كومبوننت الجريد هنا أريد هنا في الأعلى أن أقوم بجلب إنشاء كومبوننت جديدة سأسميها ديليت ارتيكل، وهذه أيضا ديليت ارتيكل. وهنا في الأدنى لاحظوا لن أقوم سأقوم بإضافة هذه ديليت ارتيكل، وفقط سأقوم بتزويده بالارتيكل اي دي كبروبس يعني. الآن سأأخذ هذا الزر من هنا أحذفه وأقوم بإنشاء الكومبوننت التي اسمها deleteArticle.js، وهنا نفس القصة export default function deleteArticle الذي سنعيد منه هذا الشيء الذي نسخته من هناك، لكن يحتاج أن أخذ من هنا المسجز والستايل. فإذا دعوني أجلبه هكذا، فإذا هذا لا أحتاجها، هذه لا أحتاجها، فقط هكذا. فإذا الستايلز والمسجز، فإذا الآن سأقوم بحفظ ملف الجريد. فإذا الآن يفترض أن لا يتغير أي شيء هنا، ذلك الشيء نفسه لا مشكلة. الآن لاحظوا أنا زر الحذف أريد أن أطبق فيه يعني أشياء معينة، هو أن عندما يتم الحذف عادة يظهر لك ديالوج معين يمكن أن نسميها confirm box أو confirm بالنسبة لجافا سكريبت، أو alert معين نقول له هل أنت متأكد من الحذف؟ شاهدتموها من قبل صحيح؟ هذا الشيء الذي علينا أن نفعله. فكما تعرفون أن إضافة مثل هذا الأمر مرة أخرى نفكر، لا داعي أن نقلد، فقط نفكر برأيكم كيف يمكن إنشاء مثل هذا الزر. فأنا أريد أن أنقر عليه، أن نقر عليه. فماذا يعني النقر؟ on click event، ماذا تعني on click event؟ يعني أنا على جهة الكلاينت، فبالتالي هذه الكومبوننت سأجعلها use client لأنني الآن سأضيف لها on click event. طبعا الآن قد يسأل المتابع، ماذا يسأل؟ قد يسأل الشيء التالي، يقول طيب لماذا لا تجعلين كل هذا use client، لماذا نقلتيها؟ فالفكرة هو أن يعني الآن Next.js هذه كونها ليست معنونة بuse client وليس البيرنت لهذه الكومبوننت معنون بuse client، فهذه هي server component. والشيء الذي سيحدث عندما تضع أنت فيها بداخلها client component، هذا ستكون مثل place holder، سيتم تعويضها بجهة client وإضافتها. هذا شيء خاص بالperformance أو بالأداء، يعني هذه بالنهاية هي server component، لكن يوجد منها أجزاء تحمل في المتصفح. فإذا أغلب الكود يتم تنفيذه بالسيرفر، عندما يطلبه الزائر يرسل له كما هو بشكل جيد، ترسل له الارتيكلز. هذه لا داعي أن تكون مثلا، هذا لا داعي أن تكون كلاينت، فأنا أقوم بتنفيذها على السيرفر أرسلها للكلاينت. أما الشيء المحدد الذي هو كلاينت أضعه كلاينت. إذا هذه هي القاعدة. فإذا إذا كان لديك شيء، أنا فقط لدي هذا الزر هو كلاينت، ففقط أنشئه بكومبوننت منفصلة وأضعه كلاينت، واضح؟ أما الباقي إذا كان شيء يمكن أن أضعه على السيرفر أبقيه على السيرفر، وأخذ الذي يحتاج كلاينت وأضعه بشكل منفصل كما وضعت أنا هذه الموضوع.
السؤال الثاني، هل يمكن أن أضع يوز كلاينت هنا وتعمل؟ نعم يمكن أن تضع يوز كلاينت هنا، لا مشكلة، لكن مرة أخرى السبب هو الأداء الذي أنا وضعت يوز كلاينت هنا بشكل منفصل للجزئية التي هي يوز كلاينت. فإذا الآن هذا البتن سيكون لديه اون كليك ايفنت، سأسميها هاندل ديليت، وبالتالي هنا كونسول دوت ليس كونسول، سنضع هاندل ديليت، ومن البروبس بداية أريد أن أجلب الارتكل اي دي، وهنا سأمنع السلوك الافتراضي وانتهينا. فإذا الآن هنا سأعالج الديليت، فإذا بداية أريد أن يظهر له confirm deletion، هل تريد الحذف؟ إذا confirm، هذا يمكن أن أضعها بمسج أيضا، أن هل أنت متأكد من الحذف؟ فيمكن أن أضعها بمسج confirm delete، لنضعها بالمسج، ما رأيكم نضعها بالمسج؟ طبعا مسج المين يمكن أن نضعها بملف منفصل، لكن تعرفون يعني الآن أنا أعمل بسرعة، هل أنت متأكد من حذف المقالة أو أي جملة يعني مشابهة لها؟ فدم فقط. فإذا كان الشخص متأكد if confirm deletion، فأنا هنا أريد أن أكتب console.log okay فقط، انتهينا. فإذا الآن لنرى، فإذا الآن إذا قم بالنقر على حدث هذا، هل أنت متأكد من حذف المقالة؟ طبعا إذا قام النقر على أوكي يفترض أن يظهر لي هنا أوكي، هاي أوكي. فإذا ممتاز، فإذا الآن نكمل. فإذا الآن أنا أريد، إذا كان أوكي فإذا ممتاز، أريد إرسال طلب للباك إند للـ API الذي لدي، await fetch، والشيء الذي أريد إرساله هو الـ articles API، والاي دي هو الذي لدي هو article id. وبالنسبة للميثود التي أريد فعليا تطبيقها هنا بفتش هي delete، كوني الآن أستخدم await هذا الفانكشن يجب أن يكون السل. إذا كنت من متابعيني فأنت تعرف أن هذه الأمور يعني أصبحت بالنسبة لك شيء عادي، لأنني يعني أكتبها كثيرا، await response.json وفقط. فإذا الآن أن النتيجة هنا لدينا، if data كان هنالك نجاح فعلي فأنا أريد أن يظهر له رسالة النجاح بالألرت data كذا، أما إذا كان هنالك error فأريد أن يظهر له alert data error. جيد، انتهينا، ما المشكلة؟ لا يوجد مشكلة. فإذا لنقوم بالتحذير، فإذا الآن 6 حذف، هل أنت متأكد؟ نعم متأكد، تم الحذف بنجاح. فإذا الآن يفترض أن تذهب هذا من هنا، لم تذهب، لماذا؟ حدث. على فكرة يوجد خاصية كاشينج على ما يبدو، إذا ذهبت إلى الـ API وذهبت إلى ID 6 ظهرت، ها هي. إذا لماذا لم يتم حذفها؟ نعم الآن تم حذفها، لاحظوا هاي ليست موجودة. فإذا مرة أخرى هنا يفترض أن يقول article does not exist. فإذا الموضوع يعمل، نجربه مرة أخرى مثلا على 27، هل أنت متأكد من الحذف؟ نعم أوكي. فإذا لاحظوا ذهب، فإذا الآن لو ذهبت إلى هنا أيضا 27 يفترض أن، ما الذي حدث هنا؟ 27 يفترض أن يقول article does not exist، واضح؟ فإذا ممتاز. فإذا الآن الموضوع الذي تبقى لدينا هو العرض، أن نعرض هذه المقالة. فإذا لنكمل بموضوعنا، فسنذهب فعليا لا أعرف هنا للعرض، العرض هنا فقط أنا أريد أيضا استبداله بلينك. جيد، فإذا هنا سيكون لدينا show، وهنا فقط سنعرض articles، articles id بهذا الشكل، وسيكون النوع البتن show فقط. فإذا الآن لو قمت أنا بالحفظ وعدت إلى هنا يفترض أن لا يتغير أي شيء، ما الشيء الذي حصل؟ لم يحصل أي شيء. فأنا لو ذهبت لعرض فيفترض أن أذهب لصفحة، لاحظوا يقول لي not found، وهذه الصفحة هي article 6، هذه 6 عبارة عن ID. فإذا أردت بنائها، دعونا نغلق كل شيء، إذا أردت بنائها فإذا هذه هي الارتيكلز، أو نذهب لمجلد الارتيكلز
فإذا أردت بنائها فعلي أن أبني ID وثم بداخله beige صحيح؟ فإذا علي أن أكتب ID بهذا الشكل وثم بداخل الID beige. فإذا هنا بكل بساطة سأكتب export default function وسأسميه single function أو single beige single article beige. وهنا سنقوم ب return نفس الأشياء. دعونا نعيد مثلا div داخلها h1 ونكتب single مثلا. فالآن تحديث فيفترض أن يظهر شيء. لم يظهر شيء. نعم ظهر شيء. فإذن هذه هي الصفحة. فإذن فعليا أنا هذه الصفحة التي أريد أن أقوم بتعديلها. أريد فعليا أيضا أن أنشأ هنا بالdev أريد أن أضيف هنا class name styles container. وأيضا أريد أن أنشأ هنا inner container أو container inner. بالنسبة للستايل سأقوم باستيرادها من مسار واحد للأعلى مسار اثنين للأعلى styles وسأسمي single module.css. الآن سنجلبه وأعتقد فقط. فإذا هنا هنا سيكون لدينا الارتيكل. دعونا نقوم بملء هذا الستايل. فإذا طبعا هو لم أنشئه بعد. فإذا لننشئه مثلا single.module.css. ايضا الستايل الخاص بالفورم فقط اريد جلب منه هكذا اول كونتينر وانر كونتينر فقط لا اريد ستايل كثير فقط كفكرة يعني وانتهينا. فاذا الان ربما تفكر هل فعليا ساجعل هذه الصفحة كلاينت صفحة كلاينت ام صفحة سيرفر. هنا أريد أن أجعلها صفحة سيرفر لا أريد أن أجعلها صفحة كلاينت. طيب كيف يمكن أن أطلب الـ API من هذه النقطة؟ كيف يمكن أن أطلب الـ article حسب الـ ID المزود هنا في صفحة single article؟ فإذا بداية أنا أحتاج أن أجلب هذا الـ ID ويمكن بكل بساطة أن أجلبه من هنا مرة أخرى من cons params. إذا كنت على جهة السيرفر فأستخدم هذه الطريقة وثم من هنا ID وثم من هنا أجلبها من البارنس. فإذا يمكن أن أنشئ هنا يعني function مختلف هنا خارج البيج هذا. يمكن أن أنشئ function مختلف وبهذا function أكتب التالي أكتب function fetch data. طبعا fetch data هذا أنا أسميته fetch data يعني هو ليس داعي أن يكون اسمه fetch data. يمكن أن يعني اسمه get data. جيد. سأزوده أيضا بكونتكست وهنا أحصل على البرامز. يعني ممكن مثلا هنا بدلا أن أقوم بهكذا أقوم بتنفيذ الفانكشن هنا الذي أنشأته fetch data هنا طبعا وأجعله await وهذا الفانكشن يجب أن يكون async وأمرر له الكونتكست. كون الآن أصبح فيه الكونتكست فهنا يمكن أن أكتب من الكونتكست أريد البرامز ومن البرامز أريد الID بهذا الشكل. جيد. فإذا هنا يمكن أن أقوم بمثلا بتحديد API URL الذي سيكون هو عبارة عن HTTP والآن سأقول لكم لماذا HTTP وثم الدومين الذي لدينا الدومين الذي نعمل عليه حاليا لوكال هوست بورت 3000 3000. فهنا يمكن ان اكتب دومين. جيد. واكتب لوكال هوست 3000 وبعد الدومين اريد فعليا الذهاب لارتكلز ID والID سيكون هو عبارة عن الID المزود هنا من البرامز. فاذا الان يمكن بكل بساطة ان اقوم بفتش URL للارتكل وأكتب هنا await fetch للـ API URL وهنا أجلب الـ data await response.json وأقوم بإعادة الـ data. جيد. فإذا هذا هو طبعا هذا function await يعطيني خطأ لأن يجب أن أضعه async كون استخدمت await. فإذا هكذا صحيح. فإذا الآن أنا قمت هذه اسمها خطأ response. فإذا الآن أنا قمت فعليا ب إنشاء function لاستعادة الداتا. سيعيد لي هذا function promise إذا قمت بحله سيعيد لي الداتا. فبالتالي هنا أصبح لدي الداتا موجودة في هذا function.
هنا بكل بساطة إذا كان هنالك data, إذا كان هنالك data article فهذا يعني أن الارتكل موجودة. إذا لم يكن هنالك data article يعني الارتكل غير موجودة, يعني هنا not found. فكيف أقوم بإعادة 404 أو صفحة غير موجودة؟ فهنا في الأعلى من next يعني يمكن أن أجلب not found, import not found from next navigation, وهنا يمكن أن أعيد return not found. دعونا نجربها. فإذا بكل بساطة الآن هنا لاحظوا محدث الآن, فإذا هنا مرة أخرى عرض, فإذا ذهبت إلى article مثلا 6000 فيفترض ما يقول لي هنالك خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ فدعونا نجرب شيء آخر هنا. فإذا بداية هنا في الأعلى دعونا نجلب الهيدرز from next headers حتى نحصل على عنوان الموقع من هنا, وفي الأدنى هنا الشيء الذي سنقوم به حتى نجلب دومين الموقع بشكل من الهيدر, فهنا سأكتب get the domain وليس بشكل يعني افتراضي هنا لدينا, فسأكتب const domain أو const header list من headers. هذه هي طريقة Next.js الجديدة على فكرة. وثم هنا سنجلب domain headers list get host حتى نحصل عليه. فإذا الآن هو هذا هو الدومين, وثم سنقوم بتطبيق هذا. فإذا مرة أخرى الخطأ بكتابتي هنا لأن يجب أن أكتب هنا API بهذا الشكل, وهنا إشارة استفهام بهذا الشكل. فإذا ID هذا هو الـ API كتبته بطريقة خاطئة. فإذا run dev لنرى النتيجة وتحديث هنا. لاحظوا الصفحة غير موجودة, هذا الشيء الذي توقعناه, لكن في حالة أننا قمنا بالذهاب لستة وستة موجودة فيفترض أن يظهر لنا article. فإذا صحيح, فإذا لهذه اللحظة كل شيء صحيح. فإذا الآن يمكن أن نكمل, لم يتبقى لنا شيء, وننهي هذه الجلسة. جلسة طويلة كانت اليوم بخصوص Next.js. فإذا الآن يمكن أن نكتب كالتالي, نكتب الآن لدينا article والارتكل هي data article. فإذا هنا يمكن أن نحصل على كل معلومات الارتكل هنا. فبداية يمكن أن نحصل على H1 الذي هو الارتكل title, ثم لدينا paragraph الذي فيها الارتكل description, يمكن أن نضع هنا H horizontal line, أيضا يمكن أن نضع الباقي. فإذا هنا لدينا content ولدينا المؤلف, keywords, category, أيضا create date و update date. فإذا الآن لنعد لنرى النتيجة. فإذا تحديث, فإذا هنالك خطأ. فإذا ما هو هذا الخطأ؟ سأعيد تشغيل السيرفر بهذا الشكل, نرى ما المشكلة فعليا. فإذا لا يوجد مشكلة, ها هي يمكن هذه الكيوردز لأنها عبارة عن array يمكن أن نكتب بشكل مختلف. بالنسبة للكيوردز هنا أن نكتب dot join هكذا حتى نجمع عناصر الأري بكوما. فإذا الآن يفترض أن تظهر. فإذا ها هي. الموضوع الثاني الذي أردت الحديث عنه, أنا انتهيت فعليا من جلسة اليوم من درس اليوم, لكن الموضوع الأخير الذي أريد أن أقوله بخصوص هذا الموضوع, لماذا فعليا يعني لماذا أنا كتبت الـ API point بهذا الشكل, لم أكتبها فقط articles API بنفس الطريقة التي كنا نكتبها بالـ client component. هذه معلومة أيضا جدا يعني مهمة عليك أن تنتبه إليها. أنا الآن بالسيرفر, السيرفر لا يعرف فعليا, هو على علم على علم فعليا بالرابط الموجود هنا, لكن هو فعليا لا يمكننا أن نقوم مثلا بالذهاب بكتابة articles كذا مثلا معينة, لأنه سيقول أن طيب هذه الارتكلز بدون البادئة هذه أين هي فعليا, ما هو الهوست, لأن أتعامل مع سيرفر أنا لا أتعامل مع client. فبالتالي يجب أن أضيف الدومين هنا, ويمكن أن أحصل على الدومين من خلال الهوست من خلال الهيدرز, وهذا الشيء هذا شيء خاص في Next.js الجديدة. كيف يمكننا أن نحصل على الهيدرز؟ بالهيدرز يمكن أن نحصل على الدومين في مثلا عندما تقوم بديبلويمنت لـ Next.js, هذا الدومين سيتم تعويضه بدومين موقعك, و
بالتالي كان من الأفضل أن نكتب أن نختار هنا header list post وثم نحصل على الدومين بدلا من أن نكتبها بشكل يدوي، لأننا عندما ننقل الموقع على دومين آخر علينا أن نقوم بتغيير هذا، فهذا يتم تعويضها بشكل أوتوماتيكي. فإذا أيضا الشيء الجديد اللي تعلمناه هو not found، مهم جدا not found التي جلبناها من next navigation. not found في حالة أن الصفحة في حالة أن هذه الارتكل غير موجودة نرسل 404، وفعليا هي تعمل لو أرسلت هكذا سيرسل 404 أن الصفحة غير موجودة. فإذا هذا كله لجلسة اليوم عن موضوع كيفية القيام بكل عمليات الارتكل add delete وابديت وايضا جيت. فاتمنى انكم استفدتم من درس اليوم، وايضا استفدتم بالفرق مره اخرى بين السيرفر والكلاينت كومبوننت. في الدرس القادم لا اعرف ماذا يجب ان يكون، هو فعليا يجب ان يكون بان بناء الملف الشخصي فعليا هذا الشيء الذي يجب ان يكون. اريد اضافه ايضا نوتس، فاذا قمت انا باغلاق هذا وجلبت الملف النوتس فأنا أريد أن أكتب هنا نوتس لدي أن all API points must be authenticated، فيجب فقط خاصة الأد والديليت والأبديت، لا أريد كل شخص موجود في العالم أن يستطيع أبديت المقالات الخاصة بي، فأنا فقط أريد الأوثنتيكيتد يوزر. ربما هذا يتم تحقيقها عندما نبدأ ببناء الملف الشخصي، والملف الشخصي هذا للمدير هذه الصفحة ونحقق تسجيل الدخول. ليس لدي فكرة عن كيفية القيام بذلك حاليا، لكن إنشاء ملف شخصي يحتاج منا أن نقوم بإضافة اسمه، إضافة يوزر نيم وباسورد، وأيضا إضافة خاصية log in وخاصية log out. هذا الشيء الذي يجب أن نتعامل معه. أيضا كيفية تثبيت اسمه بالكوكيز، حتى عندما كلما يقوم يعني في الجلسة الواحدة يتم حفظ دخوله، ليس داعي دائما أن نواجه لتسجيل الدخول، نقوم بحفظ دخوله بالكوكيز. فإذا هذا الشيء الذي يجب أن نتعامل معه أعتقد في الفيديو القادم. شكرا لكم للمتابعة، أتمنى أنكم استفدتم، ولا تنسوا أن تعلقوا وتكتبوا تعليق تؤكدون فيه متابعتكم من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف الذي اسمه منشور Next.js. هناك منشور خاص لكم للمتابعين هذه الفيديوهات، فلا تنسوا أن تكتبوا تعليق هنا وحتى أعرف أنكم من المتابعين وأنكم تتعلمون معي. فإذا شكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.